أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ربي وإلهي. لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.